في صحيح مسلم يقول معاوية لسعد: ما لك لا تسب أبا التراب؟ فقال: لا والله لا أسبه، ما علمت عنه كذا وكذا. هذه كانت سنة موجودة عند كل خطباء العالم الإسلامي. فقيل لمعاوية: إن الرجل قد مات. قال الله: لا والله حتى وإن مات. قال الله: لا والله حتى وإن مات. يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فما بالك إذا ما كان هذا الشخص كما ذكر العقاد في كتابه معاوية وفي غيره أنه أمر بلعن الإمام علي على المنابر.